استطاعت آخر إصدارات الفنان المغربي زكريا الغفولي والتي اختار لها عنوان شوف الزمان تحقيق نسبة مشاهدة مهمة في العديد من الدول العربية والأوروبية، واحتلت شوف الزمان صدارة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في المغرب عبر منصة تحميل الفيديوهات يوتيوب، إلى جانب دخول الأغنية قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عالميا واحتلالها المرتبة 49 في أقل من 24 ساعة على طرحها. أغنية شوف الزمان عودة جديدة من الغفول إلى اللون الغنائي الذي اشتهر به، يحاول من خلالها تسليط الضوء على موضوع الخيانة والغدر من أقرب الناس. الأغنية من كلمات يونس آدم وزكريا الغفولي، ألحان زكريا الغفولي وتوزيع أشرف بن صفية. أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج إدريس سبيل بمشاركة الفنانة دنيا بوتازوت، حيث تعتبر هذه أول مرة تقوم فيها دنيا بوتازوت ببطولة عمل غنائي. من جهة أخرى، كان آخر أعمال الغفولي أغنية جينيريك سيت كوم كلنا مغاربة الذي جمعه بالفنانة هاجر عدنان في رمضان، وقد كتب كلمة الأغنية ولحنها بن حاس، فيما تولى إعادة التوزيع كل من طارق برداد ومدارة وطارق الحجيلي ومن إخراج زكريا رضا.